خير يا ابو رضا. الله يسلمك. انا شاشه 2016 لاند كروزر، الحين انا بروح منطقه الظهر، نضغط نوتيفيكيشن ونروح القائمه دي، مسار جديد ممتاز. العنوان نعم سجل، بس ابي المنطقه، بس اسم المنطقه مو شرط. كم الظهر؟ اول وحده. اول وحده نعم الظهر، بس الانطلاق ما شاء الله شايف ما شاء الله. اضغط حط الجهه، حط ممتاز. اضغط بدء الملاحه، حاليا طلعك من شرجة على الظهر. وابعاد ثلاثيه هذه في ميزه كمان بالبرنامج، طبعا طول ما انت ماشي محدد وجهه الخريطه هتفضل تكبر وتصغر وياك، هتفضل تكبر وتصغر وياك. طبعا انت حاليا عندنا بالشارع هنا هتكون المسافه صغيره، فراح يكون الخريطه كبيره وياك، لكن لما تمسك الخط السريع مثلا ملك فهد الخريطه هتكبر عندك وهيبقى شكلها خرافي جميل ان شاء الله. الله يجزاك خير يا ابو رضا. الله يجزاك خير. لو تبي تكنسل المسار تبي يمشي معاك خريطه عادي، تضغط هنا على القائمه طول العمر والسلامه، حسب موافق وراح تمشي مع خريطة عادية. تبي ترجع للظهر قائمة ونقول مسار جديد ونقول الظهر حاليا يوديك الظهر وتروح ترده بالسلامة إن شاء الله. الله يسلمك ويطول بعمرك يا ابو رضا. الله يجزاك والله يجزاك خير يا عمي. تستر الله خير. مشكور العفو بديت خاشمك. تسلم.